السيدة السادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في تقديم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية، وتبدأها بقراءة هذه المراسيم. مرسوم رقم 1760 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية المركزية. المادة الأولى: تم تأسيس بلدية أم صليب محافظة بحر غزال جنوب ولاية بحر غزال، سلطة تقليدية تسمى السلطة التقليدية كترة العاصمة أرديب. المادة الثانية: سيتم تحديد نطاق الأراضي السلطة التقليدية لاحقا بقرار من وزير إدارة الأراضي. المادة الثالثة: يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية انجمينا في 5 نوفمبر 2019، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي رقم 1761 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية. المادة الأولى: تم تعيين سيد الحاج بكر ألي ديكير رئيسا للسلطة التقليدية كترة ببلدية أم صليب محافظة بحر غزال جنوب ولاية بحر غزال. المادة الثانية: يساعد رئيس السلطة التقليدية كاتب ومعاونان ويستفيد من رواتب شهرية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 682 الصادر في 15 سبتمبر 2016. أما الكاتب والأعوان فسيستفيدون من رواتب شهرية محددة بالمرسوم الرئاسي رقم 630. المادة الثالثة: لوزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حين التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية انجمينا في 5 نوفمبر 2019، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي رقم 1762 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية. المادة الأولى: تم تعيين السيد بشر يونس أحمد رئيسا للسلطة التقليدية بتأسيس السلطة التقليدية بني هلبة ببلدية أبشة محافظة وارا ولاية ودعي. المادة الثانية: يساعد رئيس السلطة التقليدية كاتب ومعاونه وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 629 الصادر في 15 سبتمبر 2016. أما الكاتبان والأعوان فسيستفيدون من رواتب شهرية محددة بالمرسوم رقم 660. المادة الثالثة: لوزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية انجمينا في 5 نوفمبر 2019، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي رقم 1776 المادة الأولى: باقتراح من وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية. المادة الأولى: أعيدت صلاحية السلطة التقليدية جمور تيغا وديوايا بمحافظة إيميكوسي ولاية بوركو. المادة الثالثة: يلقي هذا المرسوم كافة الأحكام السابقة المخالفة ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية انجمينا في 5 نوفمبر 2019، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي رقم 1777 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية. المادة الأولى: تم تعيين السيد سليمان برد تجول رئيسا للسلطة التقليدية أدوايا بمحافظة إيميكوسي ولاية بوركو. المادة الثانية: يساعد رئيس السلطة التقليدية كاتب ومعاونان وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 629. أما الكاتبان والأعوان فسيستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة بالمرسوم الرئاسي رقم 660 الصادر ب 15 سبتمبر 2016. المادة الثالثة: على وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية انجمينا في 5 نوفمبر 2019، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي رقم 1778 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية. المادة الأولى: تم تعيين السيد كيلاني جوكوني رجب رئيس السلطة التقليدية تيغا بمحافظة إيميكوسي ولاية بوركو. المادة الثانية: يساعد رئيس السلطة التقليدية كاتب ومعاونان وفقا للمرسومين رقم 629 ورقم 628. أما الكاتبان والعوان فيستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة بالمرسوم الرئاسي رقم 630 الصادر في 15 سبتمبر 2016. المادة الثالثة: على وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية وزير المالية والميزانية
كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية انجمينا في 5 نوفمبر 2019 توقيت ريس دبيت نوم. مرسوم رئاسي رقم 1779 باقتراح من وزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية اللامركزية، المادة الأولى تم تعيين السيد تاشي ألي دهي رئيس السلطة التقليدية جمور رقم 1 محافظة إيميكوسي ولاية بوركو. المادة الثانية يساعد رئيس السلطة التقليدية كاتب ومعاونان وفقا للمرسومين رقم 629 ورقم 628. أما الكاتبان والعوان فسيستفيدون من رواتب الشهرية المحددة بالمرسوم الرئاسي رقم 630. المادة الثالثة لوزير إدارة الأراضي والتجمعات الإقليمية واللامركزية وزير المالية والميزانية، كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية انجمينا في 5 نوفمبر 2019 توقيع إدريس ديبي إتنو. أطلق صباح اليوم المندوب العام للحكومة لدى بلدية انجمينا جبير يونس أعمال اليوم التوعوي والإخباري حول فحص ومعالجة بعض الأمراض المعدية، وقد نظم هذا اليوم الإخباري من قبل منظمة السيدات الأول في إفريقيا لمحاربة السيدة بتعاون مع البعثة الطبية المصرية. المناسبة جرت بدار المرأة بحضور عدد من المدعوين. تقرير حليمة السعدية. التعاون المشترك بين تشاد وجمهورية مصر العربية تزداد وتتقدم يوما بعد يوم، سيما في المجال الصحي، حيث وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإرسال بعثة طبية مكونة من خبراء على رأسهم الدكتور محمد حسين استشاري الكبد والجهاز الهضمي، وذلك من أجل فحص ومعالجة عدد من الأمراض المعدية. ويدخل هذا اليوم الإخباري والتوعوي الذي نظمته منظمة السيدات الأول لمحاربة السيدة في إفريقيا بالتعاون مع البعثة الطبية المصرية في إطار تنفيذ برنامج المنظمة المتألق بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، حيث بدأت هذه المناسبة بكلمة ممثلة منظمة السيدات الأول لمحاربة السيدة في إفريقيا عن قربتنا كارميل سوكات، شكرت الحضور على تلبيتهم الدعوة وذلك من أجل المشاركة في هذا اليوم الإخباري والتوعوي. أما المندوب العام للحكومة لدى بلدية جمينة انتهز هذه الفرصة وقدم شكره للبعثة المصرية. أتمنى كلنا إن شاء الله أولاد الواحد يولدوا بدون أمراض ويعيش بدون أمراض ويكون عند نور، ودار شيء مطلوب. من ناحيته منسق البعثة المصرية أشار في كلمته بالتعاون المشترك والقائم بين البلدين تشاد ومصر. جاء التفكير من القيادة السياسية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية بمصر عن نقل الخبرة المصرية للدول الإفريقية وخاصة الدول التي تعتبر جارتنا يعني ولنا بها امتدادات حضارية عظيمة مثل دولة تشاد. وكذلك جاءت الفكرة، تواجدنا هنا في تشاد منذ حوالي 28 يوما، قمنا بفحص ما يزيد عن 10,000 مواطن تشادي من الفيروسات الكبدية من فيروس بي وفيروس سي، والمرضى الذين ثبت إيجابياتهم تم متابعتهم. هذا ونشير إلى أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بصحة المواطنين وتوفير العلاج المجاني خصوصا الأمراض الوبائية المعدية. نظمت صباح اليوم المدرسة الوطنية للإدارة مؤتمر نقاش حول النقاط المقدمة من قبل الأمم المتحدة والمتعلقة بالتوصيات لتنظم الحالة الاجتماعية بحسب منظومة الأمم المتحدة. كان ذلك بحضور المدير العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان والمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة. تقرير آدم حنفي فاضل. هذا المؤتمر النقاشي الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة ذلك بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة إينا، يهدف المؤتمر إلى عرض التقارير المجملة التي تعطي فيها الحكومة التشادية رأيها واعتمادها حول المواضيع المتعلقة بالتوصيات والاقتراحات المقدمة سابقا من قبل الأمم المتحدة إلى البلاد.
المؤتمر حضره العديد من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة نسبة لمهمتهم الإدارية، إلى جانب ممثلي جمعيات المجتمع المدني، حيث أوضح التقرير عن اعتماد الحكومة التشادية 195 بندا من بين 204 بنود، فيما تم رفض 9 بندا نهائيا، وذلك لعدم توافقها مع عادات وتقاليد المواطن التشادي ناهيك عن الالتزامات الدينية والعرفية. التوصية 195 ده يعني بيتكلموا بحقوق الإنسان بجهة كامل، يعني حقوق التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي، وبجهة الصحة العامة، وبتكلم بالناس المكسرين، بيكلم بالناس الرحال. هذا ويشار إلى أن الحكومة التشادية تسعى دوما وفقا لمتطلبات المواطن التشادي، ملتزمة تماما بالعادات والتقاليد التي تتماشى مع القوانين المعمول بها. كما شهد المؤتمر العديد من المداخلات الشخصية مصحبة بالأسئلة والاستفسارات التي لها صلة بشأن هذا الموضوع. نظم صباح اليوم أعضاء جمعية قدامى خريجي الجامعات المغربية مؤتمر نقاش بمجمع ابن سينا التعليمي حول اختيار التخصصات بعد الشهادة الثانوية، كان ذلك بحضور النائبة البرلمانية حبسة البخاري. نتابع تقرير زميل محمد السريق الهام. توجيه التلاميذ وإرشادهم لاختيار التخصصات بعد الشهادة الثانوية باعتبارهم قادة الغد وجيل المستقبل، وتوعيتهم بالتركيز على الدراسة ونبذ العنف في المؤسسات التعليمية، وهو الغرض من هذا المؤتمر النقاشي الذي نظمته جمعية خريجي وأصدقاء المملكة المغربية، حيث احتضن المكتبة مجمع ابن سينا التعليمي هذا المؤتمر، وحضر قرابة 100 تلميذ من مختلف الفصول الدراسية بالمجمع، وذلك للاستفادة من التوجيهات التي يقدمها لهم المؤتمرون وتتعلق بكيفية اختيار التخصصات التي تحتاجها البلاد في الوقت الراهن. من البكالوريا شنو يعني بختاره اتشات هسه حاليا كي تدوره، يعني شفنا في 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 التوجيهات كثير في صعوبات في امل، انا وايدين خريجين وما بلغوا امل. عضو الجمعية طاهر سليمان حجار والنائبة البرلمانية حبسة البخاري خلال مداخلتهما أوضحوا للتلاميذ بأن الاختيار الأمثل للتخصص بعد الشهادة الثانوية لا شك سيسهم في تمكينه علميا. منهم علميين يعني بكسي ودي، ومنهم أدبين البقاء خالهم من أدب الفرنسي، يعني يلل ده يدخل شغل نادم الرغبة بدور ده خلي يسيو، لكن يبقى ماهر فوقه. بالنسبة لشد ألم ناقصة دكاترة وفنيين. هذا وقد تداخل بعض التلاميذ بأسئلة واستفسارات حول أهمية اختيار التخصصات، ومنهم أضاف بأن هذا المؤتمر النقاشي سمح لهم بالتعرف على عدد من الإشكاليات المتعلقة بكيفية اختيار التخصصات بعد الشهادة الثانوية، ورد المؤتمرون بإسهاب تام. اجتمع يوم أمس مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بولاية شاربة قرمي اجتمعوا بقرية بكرة، وذلك بدعوة من الأمين العام الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ بشاربة قرمي كادر صالح غانا، بهدف تنويرهم بما خرج به المؤتمر الثامن غير العادي للحزب من قرارات وتوصيات، إضافة إلى التعديلات التي طرأت في نصوص الحزب. تقرير هارون أبا آدم. بعد 24 ساعة من اختتام أعمال المؤتمر الثامن غير العادي للحركة الوطنية للإنقاذ، فإن مناضلي ومناضلات ولاية شاربة قرمي تجمهروا هنا في قرية بكرة بدعوة من الأمين العام الولائي للحزب كادر صالح كانا، وذلك لإخبارهم بمخرجات المؤتمر من قرارات وتوصيات، حيث تابع الحضور شروحات الأمين العام الولائي للMPS مؤكدا بأنه قد طرأت تعديلات في نصوص الحزب خاصة فيما يتعلق بعضوية المكتب السياسي الوطني والمجلس الوطني للإنقاذ وزيادة صلاحية الأخير من حيث اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى كيفية اختيار الأعضاء. أخواننا تجروا تساعدونا تقوفوا معنا عشان ماشيين سوا، بلاكم أنتوا علينا ما نقدر نمشي مكان وايد، إلا أنتوا تساندونا تقوفوا معنا عشان أوين ده كله تجيبهم، لا أنينا كله عشان نسهنانا ده يبشي ونستفق ونمشي قدام كله،
أنا ماشي الانتخابات. أي زول أنتو مسؤولية في ديبارتمان حقا عشان هو كل يخدم يخدم ما باز. والباز ده قالوا ده ياتو. باز ده ما إلا أنا إنسان فلان وفلان وفلان مثل البريزيدان أورا. النادم اللي عنده قرص ولا المسكين ولا شنو هو البارتي ده هنانا كلنا. البارتي ده ما أنا نادم. نادم بس كان قال البارتي ده حقا كذب. الأمين العام الولائي للحركة الوطنية للإنقاذ لشريبة جريمي كادر صالح كانا شدد على ضرورة نشر هذه القرارات على الملأ بمختلف المناطق بالولاية. لدينا ميليتان وميليتان تنانا لنخبرهم في شغل سوينا في كونغري انفورماسيون سوينا في كونغري يعني خبر أنتونا في كونغري كل دينا كلمنا يعني في كونغري الحصة سوينا ده نوفوتي كتير جابوا لنا سينس زادوا نمبر هنا سينس كلمتم زادو نمبر انا بيرو بوليتيك كلمتم رئيس قال بيرو بوليتيك ده هين لي قدام داو اد نما ديبارتمان ان دا وايد 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 دونك ان نما ديبارتمان بيجي بازول وايد زمان نهارو جن ناكو شو كلام انا لا هسا فك لنا درب اي ما ديبارتمان دا ريبريزنتاج في بيرو بوليتيك ام بي اس انينا كمال لمنا كشمنا واي ما يمشي هو كري ام بي اس دا مين بامين دا اوبجيكتيف انا دا يجيبو ديمقراطي والديمقراطية جابوها يا لنا شاريبا قربنا كفوا عليهم نادتهم. تداخل بعض الحضور بتعقيبات وأسئلة استفسارية حول بعض النقاط المتعلقة بقوائم المترشحين في الانتخابات التشريعية والمحلية. رد عليها الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بولاية شاريبا قرمي وبعض من أعضاء اللجنة المكلفة بالتعبية. نبقى في نشاطات حزب الحركة الوطنية للإنقاذ الـMPS هذه المرة بالمملكة العربية السعودية، حيث عقد مناضله ومناضلات الحزب بالمملكة العربية السعودية اجتماعا تمهيديا للتعبئة والاستعدادات للمراحل الانتخابية المقبلة. تقرير محمد حسن آدم. هذا الاجتماع التمهيدي الذي جمع مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة العربية السعودية يهدف إلى تعبئة المكاتب الفرعية للحزب على مستوى المملكة وكذا الاستعداد للمراحل الانتخابية المقبلة لا سيما التشريعية التي ستشارك فيها الجاليات وفق دستور الجمهورية الرابعة. وشهدت المناسبة عدة مداخلات من قبل الحضور الذين أكدوا الالتزام بالمبادئ السياسية للحزب. احتفالنا اليوم طبعا احتفال للرؤساء الفرعيات، نقدم لهم الشكر ونقول نحن دائما وراء رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو الذي قدم لنا الحرية والديمقراطية، ونحن الآن عايشين في بلدنا بالسلام. والسيدة الأولى هندا ديبي إتنو نقدم لهم الشكر. يوم رايح 24 ساعة نحن تحت أوامركم باتصال بالتليفون وبزياراتكم بأشياءكم، وإن شاء الله هكون مع زملائي ونزور كل مكتب فرعية في أوان قريب واحد واحد. نشير إلى أن هذا الاجتماع الذي جاء غداة انعقاد المؤتمر الثامن غير العادي للحركة الوطنية يؤكد وقوف مناضلي الحزب بالسعودية خلف الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو والتمسك بالمثل العليا للحزب. بناء على توجيهات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو المتعلقة بإعادة رصف وتأبيد الطرق داخل العاصمة إنجمينة عقب موسم الخريف، ها هو بدء مشروع رصف الطريق الذي يربط بين دوبلفوا وصينية الحمامة حتى قصر 15 من يناير. وحول سيت في هذا المشروع نتابع تقرير زميلة عائشة أحمد دوقي. هذا الطريق الذي يدعى بطريق تايوان الذي تسبب بالعناء وأنهك القوة العضلية لسكان الدائرة السابعة جراء وعر الطريق الذي عفى عنه الزمن وقرر له حالة البؤس وتدهور سبيل المارين والعابرين به. في خريف ده تعبانين مرة وايد نزب الشاري ده مرة ده عربات إلا بدخلوا بداخل وبمرقوا يعني انت كان قايد براكي المسبة الدرب التمشي بيتك ذات تهيم، وكان قاعد في البيت المسبة الدرب التمرك تمشي عمل لا تتهم. المشكلة على الدرب ده الشارع ده فيها صعوبات من دبل بوالين حمامة ده فيها صعوبات مرة، ولا عربية صغير يمشي ولا كبير يمشي يعني شنو من أيام الخريف لين الآن كنينا عزينا بالصعوبات. حالات الحوادث المرورية كانت متنوعة شهدها هذا الطريق منذ أن بدأت تتآكل أطرافه. في
في وايد تلقى له ماشي بعد يعني علمي هندسة علمي رجلين يكسر يعني شغل كثير عندنا شلنا في تاوان الدرب ده. تغيير وضعية البوصلة صوب مسارح الصحيح تبنتها الحكومة برؤية من السلطات العليا لتشرف على تنفيذها الشركة الصينية سيجي كوك التي باشرت عمل رصف الطريق الرابط بين صينية دوبل فوا وصينية حمامة وصولا إلى قصر الخامس عشر من يناير. شلنا قرار أنه الطريق البقوم من بلدي كاز يمشي لحد الكبري الجديد يبقى تعديلها بعد الخريف والمرشير وقناه خلاص. هذا المشروع الذي بدأ العمل به في الثاني من شهر نوفمبر الجاري يسير بمراحل عديدة وفق ما خطط له المهندسون. عندنا ثلاثة يوم وقاعدين نسو شارع أول كان نمرقو غرافي وبيبي الأول سبورة نمرقو نلقو تروب على التيت ده بعدين الدولة دي نكمباكتي وبعدين نقابلو غرافي الأول سبورة بيبي ده نسبو. مع هذا كله بقي عمل سكان الدائرة السابعة معلق على عاتق حكومة البلاد في تحسين أوضاعهم. هاسا جاي الدولار شفنا ده هيلو لنا يوم اللي شفتك قطو السمادل ده نجاي سي كله كيف لو بكابيتال ده يبقى لنا اجيل مروي شاري ده ندور على المهم تشد ده ابلنا انينا مساكين قاعدين ده لكن شاري ده حلي ادل لنا بروب ده بندور ما ندور اي شيء شغل ادل كي سولنا في بلد اننا كلنا نرتاح مش البلد اخرين. الطريق المسمى بطريق تايوان تم رصفه في عام 2003 وبدأ ترميمه في هذا العام على مساحة تبلغ 7.350 كيلومتر ونيف، ويستغرق العمل بهذا المشروع فترة زمنية محددة 10 أشهر بالتمام والكمال لإنهاء العمل به. اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني لصالح أعضاء جمعية بونغو حول تعليم فنون القفة المحلية. تقرير خليل حسن صالح. خلال أسبوعين من عمر الدورة التدريبية التي نظمها الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني لصالح جمعية نساء بنغول حول صناعة القفة المحلية التي يمكن أن تكون سببا لحماية البيئة وبديلا للبلاستيك، رئيسة الجمعية نيلومتا ماجيبي تحدثت عن أهمية الدورة وطلبت من المشاركات العمل من أجل أن تكتسح صناعتهن الأسواق المحلية والخارجية. ممثل الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني نور الدين متلما محمد قال إن صناعة الجلة عن طريق استخدام الحبال يساعد المجتمع للتخلص من أنواع البلاستيك الذي يسبب أضرارا بيئية كثيرة. بخصوص 30 أوين ممبر هنا أسوسياسيون أنا فام بانغول واليوم ما شاء الله الأوين دا قدروا ألموا وهدوم كل يقدروا يسووا الباني وده في قايد شهر شانا فناب شانا الأوين دا لازم يصعدون شان المرأة كان قاعدة في بيت ترجع إلى مصاريف من الرجل هذا قاسي صعب ودنيانا اليوم ده كان المرأة ما شدت حيلة وعلمت شغل ما تقدر تسوي شيء. هذه الجلة بأنواعها وألوانها المختلفة تعتبر صنعا محليا تعلمت نساء جمعية بنغول فنونها خلال هذه الدورة لتستفيد من عيدها المادي وتساهم في حفظ ونظافة البيئة. شهدت يوم أمس مدينة بنغور حضرة ولاية مويكة بشرق أعمال اليوم الإخباري والتوعوي الذي نظمه مشروع دعم وتدريب قوات الأمن والدفاع حول النصوص الخاصة بأخلاقيات الأمن الداخلي لصالح عدد من ضباط الأمن حيث جاء اليوم بتمويل من الاتحاد الأوروبي. تقرير عباس بكر مصطفى. نظم كل من مشروع دعم التدريب لقوات الأمن العام بالبلاد مع الاتحاد الأوروبي نظما يوما توعويا حول سن ضوابط وقيود وأخلاقيات قوات الأمن الداخلي من خلال ورشة جمعت الإداريين والقضاة ومسؤولي قوات الأمن الداخلي إضافة إلى عناصر الشرطة والدرك الوطني والروح البتشاد.
الممثل الوطني المكلف بالعلاقات مع قوات الأمن الداخلي بالمشروع، أوضح أهمية سن ورسم الضوابط للأمن وفق المواثيق الدولية ونشرها حتى تكون في متناول كل عنصر من قوات الأمن والدفاع لمعرفة ضروريات الأمن والحقوق والواجبات بهدف إعطاء قوات الأمن الصورة التي تليق بهم وكسب ثقة المواطنين. محافظ مايوبوني رمضان جرسيا ناشد المشاركين في اليوم التوعوي والإخباري للعب دورهم في حماية السكان وممتلكاتهم حتى يشعر المواطن التشادي بالإطمئنان والعيش بسلام وأمان. ثقافيا، قدمت صباح اليوم رئيسة جمعية مونديلام التشادية حديثا صحفيا أعلن من خلاله تنظيم المهرجان الدولي للرقصات الذي يعرف بمهرجان أمبوم، وذلك في الفترة ما بين 4 و15 من نوفمبر الجاري. جزء من حديثها في ميكروفون زميلة آدم حسن سيار. فيستيفال هذا صندوق بادينا ب2013 بادينا بسواري تراديشنال أمبوم بأمبوم دولنا تشابس. Et à tout début 2017, il y a tout les gens qui ont beaucoup de l'annonce à l'Ocadine, Tchad, Santa Fe, au Cameroun, au Marama, il y a beaucoup de Kélé, il y a tout festival, au Roma Courier, il y a la Bolena, au Anina Koulamchou, il y a la Bolena. Donc, de 2017, maintenant, le Festival international de danse en bon dans une 5e édition. Le 14 ans, il y a la 7e édition. Nous avons eu l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de Chocolatanam est organisé festival à l'événement culturel là, Tartatir. Donc à Lunda, Gagnassa, les sociétés de l'eau, entreprises d'eau, Tandiagou et Aouna, les festivals d'ailleurs qui sont à Tilichantan, Tifan, Diabu, Bakakina. Il faut que tu marches à Fidar avec le gars qui dit à Ficha. On a deux la Caraboné à Dil, au Tchadien de Mas à Dilin, au Tchadien de Mas à Cuyen. نختم هذه النشرة بهذا الخبر الحزين. توفي مساء أمس الفني بالتلفزيون الوطني نسرين قايد تمنقار إسراء علة مرضية لم تمهله طويلا، حيث ولد الفقيد في عام 1963 ببداية بولاية شاري الأوسط، وبعد أن تحصل على الشهادة الثانوية فقد التحق بوزارة الإعلام في عام 1988 بالسكرتارية، وبعد فترة من الزمن فقد التحق بقسم المونتاج في التلفزيون الوطني الفقيد تاركا وراءه 5 من الأمناء وأرملة. برقية تعزية ببالق الحزن تلقت النقابة المستقلة لعمال الإذاعة وتلفزيون تشاد نبا وفاة السيد نسرينغار تمنقار مهندس مونتاج بالتلفزيون الوطني التشادي، والذي توفي ليلة البارحة 2/4/2019 إثر مرض. بهذه الفاجئة الأليمة تتقدم النقابة المستقلة لعمال إذاعة وتلفزيون تشاد بأحر التعازي لأسرة الفقيد وأصدقائه وعمال الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري عن جميلة في 5/2019 رئيس النقابة عبد الصادق علي أحمد. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. دمتم في أمان الله.